بلقائكم اليوم مجددا، وهذه المره في حفل افتتاح المهرجان الوطني للفيلم في طنجه في دورته 22، والذي ينعقد تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الدوله. هذا نقاش طويل وتصويت. فيلم زنقة كونتاكت. نايوين بسخوت نلفي المغزاف والمقال انا مور نلفي المطنجه تزود للناس سمات وقنان. كنفوز بهذه الجائزة ماشي أنا اللي بست بهذه الجائزة، واحد الفريق واحد المجموعة ديال الناس اللي فازوا بهذه الجائزة، هما الناس ديال الفريق ديال كنقول لهم حنا القبيلة ديال زنقة كونتاكت، هما اللي قادوا هذا الفيلم، هما اللي صوروه، هما اللي داروا ليه الصوت، هما اللي داروا ليه التمثيل، وكان قلبي معاهم الآن اللي كاينين واللي ما كاينينش وهذه الجائزة ديالتهم. وهذا العام كاين واحد الزخم باعتبار ان كانت الجائحه وكانت كورونا، يعني تجمع واحد الكونتيتي، لا كاليتي تزادت شويه، اللي كاين واحد الطفره لو بغيتي تقول سورتو تكنيك اكثر منها تيماتيك. وانا مشارك في المهرجان بافلام طويله لعب فيها وطونك ممثل، وعندي فيلم قصير ديالي من الاخراج ديالي. طبعا اي واحد يفرح، وخصوصا المدينه ديالو، لانه انا واخد تطوان، انا تربيت في طنجه في العقبه الفرنسيه ولا شحال عقلوا عليها قديم وعلى السريع، ولهذا واحد لوماج كيجي هكذا مفاجئا، ولكن مفاجئا بالنسبه هذا المهرجان خدموا فيه الناس قديم شهر شهرين وخدامين فيه وفي السكوت. انا ما عندي خبر، حتى عيطوا لي قالوا لي عملنا لجنه وعينوك انت باش تكون لوماج. قلت لهم الشرف كبير، انه ماشي انا وحدي اللي نستاهل هذا الشيء، الشامل كاين ناس اخرين اللي عملوا على السينما، ولكن كل واحد من النوبه ديالو، حتى انا شديت النوبه ديالي. إذا صورة الكارية تجمع الفائز بجائزة ثاني دور رجالي والناقد السينمائي محمد طاروس. جائزة ديال الدور الثاني فرحان بها، يعني من بعد سنين طويلة. المهم هو أنني خديت جوائز أولى، يعني جائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو في السويد، وخديت في القاهرة وفي الإسكندرية وهذا. يعني كيف تيقولوا مطرب الحي لا يطرب، يعني بالنسبة لي في المغرب أول مرة تنتوج، شكرا للجنة التحكيم على التتويج، وخا غير دور ثاني على ما يجي الدور الأول إن شاء الله إلا بقينا بالحياة. لا انا فرحانه ملي خديت هذه الجائزه، هو عمل ما كنتش متوقعه، لان ما عرفتش الكتابه ديال واش دور زعما كنت نحاول ديك المساحه ديالو صغيره واش يقدر يشد الجمهور حتى لديك الدرجه لدرجه انه باش يعطي ياخذ الجائزه. فانا فرحانه وشكرا بزاف، وكنشكر لجنه التحكيم والمركز السينمائي المغربي والطاقم اللي واقف على هذه التظاهره هذه من بعد عوده من بعد الكبوه اللي كانت في كوفيد. إذا فوالا. الصورة التذكارية. علي حسن. الصورة التذكارية تجمع الصديقين
علي حسن وعلى السهل. يبدو كان علي حسن على السهبية تنمينا تصمور نرسوفا احتفال بالصوت الصغير لكن الاحتفال كبير. أيوة زهر مسيان لك مخرج جائزة ديال الإخراج شحال نقول لك أحسن جائزة خصوصا هذا الفيلم خدا ليا بزاف ديال الوقت شي 3 سنين باش ندير نكمل الإخراج ديالو ما بين المونتاج ما بين الكتابة وما بين الإخراج وخصوصا هذا الفيلم كيتكلم على الشباب الشباب ديالنا الشباب ديال المغرب الشباب ديال اليوم وكنقول لهم في هذا الفيلم الرساله هو خصهم يعاليوا صوتهم باش يتسمعوا ومهم ليا اليوم ملي لجنه التحكيم تسمعوا هذه الرساله وعطاو الجائزه لعلي صوتك. دونك عطينا بعدا واحد جوج مناصفتان عطينا جوج ديال جوائز ديال لجنه التحكيم ولكن ما كانش يمكننا نطولوا اللائحه بزاف دونك حاولنا المهم ولكن المهم الفيلم متكامل فيه كاع المقومات ديال فيلم سينمائي بالنسبه للسيناريو بالنسبه للاخراج بالنسبه للممثلين بالنسبه دونك المهم كان نقاش ولكن انا كما قلت لك ما يكونش نختاروا كاع الافلام